ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده معانا حساب. الحساب ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارقام، والارقام دي بتتكتب من اليمين الى اليسار. والنهارده بيت الارقام مطلع لنا رقم جديد. رقم ايه؟ رقم 5. مطلع لنا رقم 5. غنينا مع بعض أغنية الأرقام. تعالوا بقى دلوقتي نفتكر الأرقام اللي فاتت. دلوقتي هتكون سؤال بيقول لي أعد وأكتب. يعني إيه؟ يعني أعد الصور اللي هو عطاها لي وأكتب الرقم اللي أنا إيه عديته. دلوقتي معايا كام وردة؟ تعالوا نشوف. 1 2 3. يبقى معايا كام وردة؟ 1 2 3. وأعطيني تاني قلوب. تعالوا نشوف معايا كام قلب؟ 1 2. يبقى معايا كام قلب؟ 2. يبقى السؤال ده عبارة عن إيه؟ عد وأكتب، يعني عايزني أعد واكتب الرقم اللي ايه انا عديته. يلا بقى نعد تاني. اعطيني سيارات وعايزني اعدها. تعالوا نعد. 1 2 3 4 5. يبقى معايا كام سيارة؟ 5. يلا نعد مع بعضينا. 1 2 3 4 5 سيارات. جميل. شاطرين، شاطرة. الصورة التانية بقى ايه ده؟ اعطيني اكواب، اكواب من العصير. تعالوا نشوف معانا كام كوب من العصير. 1 2 3 4 5. يبقى معايا كام كوب من العصير؟ 5. واحنا عارفين ان الخمسة بتتكتب ازاي؟ الخمسة كحكة سكر. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5. في الصورة دي بقى اعطيني فئران وعايزني اعدها. ايه رأيكم انتوا تعدوا؟ يلا عشان انتوا شاطرين وعرفتوا تعدوا لغاية رقم 5. يلا عدوا. 1 2 3 4 5. يبقى احنا معانا كام فأر؟ 5. شاطرة. يبقى معانا كام فأر؟ 5. يلا نعد لغاية 5. 1 2 3 4 5. هنا بقى اعطيني تمرين وبيقول لي فيه ايه سر. بيقول لي ايه سر؟ اعطيني اشكال وعايزني اوصلها بالرقم الصحيح بتاعها. اوصلها بالرقم الصحيح بتاعها. اعطيني اشكال ايه؟ اعطيني اشكال اسماك. تعالي نشوف معايا كام سمكة. 1 2. معايا كام؟ 1 2. شاطرين، نوصلها برقم 2. والشكل التاني اعطيني ايه؟ قلوب. تعالي نشوف معايا كام قلب. 1 2 3 4 5. اعطيني كام قلب؟ 5 قلوب. يبقى نوصلها برقم كام؟ 5. والنهارده احنا اخدنا رقم كام؟ 5. يلا مع السلامة يا صحابي.